هاي مش بداية لمسحة، إنما هذا اللي عم بصير هون في القاعدة الجوية عفدة، واللي فيها عم تتدرب 7 دول على سيناريوهات مختلفة لمواجهة التهديدات في نطاق المناورة الدولية الأكبر والأكثر تقدماً، العلم الأزرق بلو فلاج 2021. فكرتوا شو الطيرج الفرنسي والألماني والهندي والبريطاني واليوناني والأمريكي والإسرائيلي بيعملوا مع بعض هون؟ الكلمة هي تعاون، فالتعاون هو مبدأنا، لأنه بيد واحدة ممكن ننجح ونتقدم ونوصل لأهدافنا. وهذا يلي عم بصير في هاي الأيام اللي فيها عم تقوم الدول بالتعلم من بعضها البعض، وعم تتدرب جنباً إلى جنب مع سرب المقاتلات الجوية الإسرائيلية. فيا ما أحلى التعاون، ويا ما أحلى طيارتنا وهي في سماء إسرائيل. تحيا إسرائيل.